عرفنا الخبر انا كلفت مدير مديريه الصحه ورئيس مركز مدينه بسيون انهم يتوجهوا ويتخذوا الاجراءات اللازمه. طبعا مدير مديريه الصحه عمل حصر للناس المخالطين لكابتن محمد صلاح في الفرح، هم من اهالي المنطقه يعني او من اهالي القريه، فحوالي 58 واحد كانوا من اهالي القريه موجودين في الفرح، فطبعا قد يكون انهم تعرضوا للاصابه وفحصناهم فحص ظاهري طبعا وقياس درجه حراره. تقريبا ستة فقط منهم هم اللي كان عليهم أعراض. ستة يعني ستة عليهم أعراض بس، عملت لهم مسحة ولا إيه؟ لا يا فندم، هو طبقا لبروتوكول وزارة الصحة ما بيبقاش في مساحات دلوقتي، بيبقى فقط قياس درجة الحرارة ومتابعة الحالة الظاهرية والمتابعة لمدة 14 يوم وعزل في المنزل عشان لو في لا قدر الله أي حاجة ما يحصلش نوع من انتشار الوباء، يعني لو موجود الوباء. فإحنا بنعتبرهم مرضى كورونا، لو شفنا عليهم أعراض نعتبرهم مرضى كورونا. طب ما احنا لو ما عملنا لهمش مسحه هيخشوا ضمن الارقام ازاي؟ لا هم ما دخلوش ضمن الارقام يا فندم، هم تحت الملاحظه لغايه لما يحصل لا قدر الله اي نوع من التطور بيتم عمل مسحات ليهم. هم سته فقط اللي ظهر عليهم اعراض سعال والتهاب في الحلق وحاجه زي كده، واحد فيهم عنده حمى فقط ارتفاع طفيف في درجه الحراره، انما الباقي كله سليم ما فيهوش اي حاجه وبرده تحت المتابعه لان ممكن الفيروس يكون كامل ولسه ما طلعش، ده لو هو موجود يعني. طب السته دول مش هتعملوا لهم مساحات يا دكتور طارق؟ بالظبط يا فندم، لو في حد تطورت عنده الاعراض هنضطر نعمل احنا مش لازم نستنى نتطور الاعراض، لان الاعراض ممكن تتطور على طول بالتهاب رئوي، فيعني بما ان عليهم بدت اعراض اظن السته دول محتاجين ان احنا نعمل لهم مساحات. والله يا فندم احنا متواصلين مع وزاره الصحه وده البروتوكول اللي هم بيطبقوه، مش زي الاول اي حد بيشك في اشتباه للكورونا بيتم عمل مسحات مباشره، لا بيتم حضرتك دلوقتي المتابعه ومن خلال المتابعه اي زياده في الاعراض بيتم مباشره عمليه. هل السته دول من الاسره، اسره صلاح نفسها؟ لا يا فندم لا لا، دول من اصدقائه واقاربه، مش من الاسره، مش من اسرته المقربه يعني. يعني عموما نتمنى. طب يعني بصراحة بتنصح الناس بإيه يا دكتور، يا سيادة المحافظ، يعني في مثل هذا الحدث يعني بتنصح الناس بإيه في الوقت ده؟ والله يا فندم أنا بنصحهم الالتزام بالبيت، وده اللي احنا كلمناهم فيه وقلنا لهم حضراتكم تلتزموا بالبيت، تعملوا عزل داخل الغرف بتاعتكم لحين لما الأمور يعني تتضح في خلال 14 يوم زي ما بيحصل في أي كيس أو أي حالة من الحالات، ده اللي بيحصل تماما. لا انا بتكلم على الاختلاط، على كم الاختلاط، يعني احنا خلاص بقينا عايشين حياتنا مهما احنا اتنبح صوتنا نوعي الناس برضو مفيش امل. والله يا فندم احنا مع حضرتك من شهر 3 واحنا بنوعي بالزبط. وفي ناس بتلتزم وفي ناس ما بتلتزمش وبننزل على البنوك وعلى البريد والاماكن اللي فيها التزاحم والاسواق وبنطهر وبنوعي وشاشات الالكترونيه عليها العبارات التحذيريه وبننزل على السوشيال ميديا، في ناس يعني ثقافتها الحمد لله بتستجيب وفي ناس تانية عندها نوع من اللامبالاة.